يهتم بالجوال أكثر من اهتمامه بعباداته وبأموره الأخرى، بل إن أحدهم يقول إن فلانا يمسك الجوال كأنه رضاعة الأطفال. فنقول كلمة تعذر بعض الناس يقول ما رأيت الرسالة، فهذا يعني فيه شيء من مجافاة الحقيقة، لأنه بالاستقراء وبالجلوس إلى هؤلاء الناس يريد أنه مجرد يأتيه إشعار بالرسالة ينزع الجوال من جيبه، حتى والله وإن كان في محاضرة وإن كان في درس من دروس العلم. إنما هذا ما هو مرده؟ أنه لم يرد على أخيه ولم يهتم برسالته، أنه في هذه اللحظة ليس محتاجا له. بعض الناس إذا احتاج إليك تواصل معك، وإذا احتاج إليك رد على جوالك. والله عز وجل يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلذلك يا إخواني أحبابي اهتموا بما يرسل إليكم، وقالوا